السلام عليكم أصدقائي، فيديو اليوم ليس عن السيارات بل إنه على لعبة جميعنا نحبها، إنها GTA. في تحديث نشر على موقعها على الإنترنت، أكدت شركة روكستار للألعاب التي تقف وراء سلسلة ألعاب Grand Theft Auto أو GTA الشهيرة رسميا لأول مرة أنها تعمل على تحديث الجيل الجديد من اللعبة، حيث أصدرت في تقريرها: مع طول العمر غير المسبوق لـ GTA 5، نعلم أن العديد منكم يسألون عننا عن إدخال جيل جديد في سلسلة Grand Theft Auto. مع كل مشروع جديد نبدأه يتمثل هدفنا دائما في تجاوز ما قدمناه سابقا بشكل كبير، ويسعدنا أن نؤكد أن التطوير نشط للدخول التالي في سلسلة Grand Theft Auto على قدم وساق. ولقد كشفت روكستار عن القليل عن اللعبة، حيث بقي الغموض يكتنف العديد من التفاصيل الأخرى، ولكن أكدت الشركة أنها ستشارك المزيد من المعلومات بمجرد أن تصبح جاهزة، وطلبت من المعجبين البقاء على اطلاع على روكستار نيوز وير للحصول على التفاصيل الرسمية. ويفترض الكثيرون أن اللعبة الجديدة ستسمى GTA 6، GTA VI، حيث مرت 9 سنوات تقريبا منذ طرح الإصدار الأخير من اللعبة في سبتمبر 2013، وكان قد تم إصدار GTA V بعد 5 سنوات فقط من إصدار الجيل الذي سبقه GTA IV. كلما انتشرت الشائعات حول اللعبة عبر الإنترنت مدفوعة بخريطة مسربة، يزعم أنها كانت جزءا من المنطقة القابلة للعبة في اللعبة القادمة، ويبدو أن الخريطة الهائلة تحتوي على عناصر من فوي سيتي، وهي نسخة خيالية من ميامي في الثمانينيات والتي كانت مسرحا لجراند ثيفت أوتو فوي سيتي. ويبدو أن الخريطة تمتد إلى ما هو أبعد من حدود تلك اللعبة التي تم إطلاقها في عام 2003، وسيتعين علينا الانتظار لفترة أطول قليلا قبل أن نكتشف وضع اللعبة وما سيتم تسميتها وخصائصها. في غضون ذلك، تقول روكستار أن GTA V ستكون متاحة على وحدات التحكم من الجيل الجديد، أي بلايستيشن 5 وإكس بوكس S، في 15 مارس القادم. We'll be right back.